ديال الجلسه الاولى كان حضور الطرفين. المهم حاجه واحده اللي كنقول زعما كنتمنى ان القانون ديالنا يعيد النظر في هذا الشيء. يعني الام ملي كتكون ولادها عايشين في واحد النيفو ملي تطلق يضمنوا لها الحقوق ديال دوك الاولاد، ماشي كندخلوا في دار كنخرجوا خاسرين كل شيء. حاجه واحده اخرى نقول لكم نعاودها لكم، ما تزوجوش شي واحد والديه ما بغاوكمش. غدوزي شحال ما دوزتي عام عامين، انا 10 سنين ديال الزواج وخرجت. دونك ايمان ما باغاش خاسره طبعا. حتى واحد ما كيبغي، حتى واحد ما كيبغي يشرد ولادو، حتى واحد ما كيبغي ولادو تكون مهم. احنا مطلقين، انا بنتي نهار غتزوج غيمشي يخطبها من با ولا يخطبها من عندي ولا من عند من ولا من عند شكون ولا هادشي، حتى واحد ما كيبغيه. ولكن كنتمنى ان القانون ديالنا ياخذ لينا شويه، حنا العيالات يحنوا علينا شويه، يديروا بحساب بان بحسابنا وبحساب وليداتنا. انا نطلق ما يعطينيش نفقه، ما عنديش ما ندير بها، ماشي انا المتعه ديالي نتنازل عليها، ولكن وليداتي يعيشوا في نفس المستوى اللي كانوا فيه، نفس المستوى المعيشي ديالهم. انا بغيت ناخذ وليداتي، فين غنديهم؟ كيقراو في انجلوفون، فين اش من نحي نخرجهم من مدرسه انجلوفون ونديهم مدرسه الدوله؟ نحارب انا نحارب ولكن نخرج على ولادي ما يمكنليش نخرج انا على ولادي. ولادي كيقراو انجلوفون ما غاديش نديهم مدرسه حكوميه، شنو غيديروا؟ غيعاودوا من الاول؟ مستحيل. دونك انا ما نقدرش انا هذا الشيء. دونك داك الشيء اش كنتمنى من وزير العدل يدير لينا حل، يحسوا بينا، يحسوا بوليداتنا. شتي حنايا حنا الام شتي ملي كيوصل الطلاق شي مشكل، نقدر ننسى كل شيء 10 سنين 10 وننسى ونبدا، غير وليداتنا ما يضروش. كما كندخلوا ولاد الناس نخرجوا ولاد الناس. الا كنتي دخلتي في الزواج ولد الناس خصك تخرج شي حاجه فوق ولد الناس، حيت عندك الاولاد من بعد. شتي ملي كتكون العلاقه ما فيهاش الاولاد كيمشي واحد يقدر يبدا حياته ويمشي يبدا حياته من الاول، كي كيكونوا ولاد بغيت ولا كرهت كيكون ضرر نفسي. ولاد كيتضروا ما يمكن لهمش ما يضروش، حيت كيكونوا عايشين في واحد مع والديهم في الدار شويه، واحد الحال كيصبح طرف اخر كاين. كنتمنى يعني المدونه الاسره الجديده تنصفنا شويه، تعطينا حقوقنا، يديروا بعين الاعتبار انهم يحاسبوا كل واحد على قد المصاريف اللي كيتصرفوا. حيت انا الا 500 درهم تخرج عليا المحكمه، انا 500 درهم ما غادي يدير لولادي والو، حتى الكوتا ديالهم ما غادي يدير لهم والو. الا انا عندي ثلاثه ديال الاولاد والمحكمه غتعطيني 700 درهم على كل ولد، راه ما يمكنش. الجلسه الاولى ما كتكونش يعني فيها بزاف ديال هذا، كيكون غير يعرفوا المشكل شنو هو. طبعا حنا راه ما كاينش المشكل، زعما ما عندناش المشكل، المشكل ما خصوش، المشكل ما غاديش يبان وما يصلحش يبان وما يصلحش يتقال، وما واخا نقولوا ما ماشي ملموس. دونك كنتمنى من الله يدير. شوفي ما نقدرش نقول لك، شوفي شتي نقول لك واحد الحاجه، شتي هذاك المشكل واخا انا نقدر نقول لك شكون ولا ماشي شكون، وربي داير هذا الشيء فيه خير. انا ما عرفتش انا علاش، ربما فيها خير، هذا يقدر يكون هذا الطلاق ربي بغى خير شي حاجه ما عرفتش. ولكن اللي نقدر نقول لك انا ما نقدرش نتهم شي حد ولا نقول لك راه فلان لا راه مو راه. شتي المشكل ملي كيكون الشخص ما كياخذش قراراته ديالو بوحديته. ايمان واش كان السوشيال ميديا دور في انا الزوج ديالي كان كيبان في لي لايف ديالي، كان كيتسمع صوتو كيضحك كيعجبوه كيضحك على الفيديوهات، حيت انا داكشي اللي المشاكل اللي كنا كنعاودو ما عندهمش علاقه بينا حنا، يعني بالعائله ديالو بالعائله ديالهم مشاكل، زعما حتى شي مشكل من داكشي اللي كان في السوشيال ميديا ما ديالهم، زعما ما عندناش هذوك المشاكل. زعما حنا كل واحد، انا ما ساكناش معاهم، انا واحد الانسان عندي داري بوحديتي، يعني ما كيجي عندي حد ما كنمشي عند حد، يعني ما كانش مشاكل اللي غنقول لك لا راه كاين مشاكل، راه داكشي اللي كنقولوا في اللايف هو انا اصلا الناس اللي كيتبعوني وكيعرفوني انا ما عمري كنشجع على الطلاق. اكفس حاجه تقدر يشوفوها يعيشوها ولادك، ماشي انا ما نهضرش على ام، حيت حنا انا كنقول اي حاجه نقدر ننساها. انا نقدر نسمع ملي كتكوني ام كتقدي تصبري في كل شيء، ما كتقديش تحكمي غير في دوك الوليدات الاحساس ديالهم، ما كتبغيش لهم هذاك الاحساس. هذاك هو انا اللي ما بغيتش ولادي يعيشوه. انا الطلاق بالنسبه ليا الا كتسالت العشره واحد بين واحد جوج فالله مكتب، كما ربي لقانا كما ربي فارقنا. غير هما الوليدات هما اللي كيكونوا ضرر، الضرر ديالهم هو اللي كيضر الام اكثر من الشخص، اكثر من هذاك الشخص اللي انت غتفارقي معاه. انا غير وليداتي كتولي تقولي غير وليداتي، وهذا الشيء طبعا غيحسوا به الامهات اللي ماماكم وماما اللي عندها وليدات غتحس بهذا الشيء. شوفي انا نقول لك واحد الحاجه، شتي هادشي ديال الشفايه بالعكس شي حاجه زوينه ليا، حيت انت ملي كتشفى ليا شكون كيعطينا وشكون كياخذ؟ هو الله سبحانه وتعالى. دونك هذاك اللي غيشفى شنو زاد؟ كارما،
راه اليوم غيتشفى فيا وغدا تقدر تكون اختو وتقدر تكون بنت عمتو. وانا الحمد لله زعما هذا الشيء انا بالنسبه لي راضيه به، حيت الله سبحانه وتعالى كيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ربي انا مادام حطني فهنا الا عارف انني قد هذا الشيء هو صعيبه، اختبار من عند الله سبحانه وتعالى، راضيه به وراضيه حتى الاخر ان شاء الله. الله يعطيني غير الصبر، غير الصبر، حيت شويه قاصحه، ولكن انا قصحوني غير وليداتي، انا ما قصحتني حتى شي حاجه وحده اخرى من غير وليداتي. ما قدرتش نشوفهم حيت هو قال لي غيجيبهم، حيت انا ما قال لي غادي يجيبهم، صافي ما جابهمش وخلاوني حتى الاخر لحظه. ماشي مشكل. ايمان شكون هما الناس اللي وقفوا معاك؟ وقف معايا الله سبحانه وتعالى. وقفت صراحه سناء واحد الشخص، ما باغصه حتى شي واحد ما وقف معايا. انا اصلا ما عنديش والديك. لا لا طبعا والدي، شوف والدي هما الاولين باش نكون معك واضحه. والدي بابا ماما جاو عندي مسكن فهمتي، تعذبوا معايا. المهم انا والدي هما وعائلتي الصغار، زعما عماتي حتى هما مساكن، اختي كرفصت معايا، اختي مسكينه حالتها النفسيه بسبابي، ولكن كنقول لها راه ما تخافيش، انا غادي ان شاء الله غيدوز كلشي غيدوز. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.